بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نبارك لكم ونعايدكم بمناسبة هذا العيد الذي يأتي كالعادة في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا. تهنئة هذا العيد نزفها إلى كل المجاهدين في مختلف مستشفيات الوطن، وأيضا إلى المرابطين المتواجدين في مختلف حدود البلاد الذين يسهرون على أمن وسلامة بلادنا الحبيبة. نهنئ كذلك الأسرة الكريمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تهنئة خاصة للوالدين الكريمين ولكل الإخوة والأخوات مع حفظ جميع أسماء أبنائهم وصفاتهم. أيضا أهنئ أيضا أسرة قناة البلاد التي نعايد فيها العيد الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا. نهنئ أيضا كل عوائل بن أولاي، آديم، خالدي، سلماني وغيرهم، ولكل من نسيناه عيدك مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والجزائر إن شاء الله بخير، ورب إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. كل عام وأنتم بألف ألف خير، كل عام والأمة الإسلامية بألف ألف خير، ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والعافية العافية العافية. بهذه المناسبة السعيدة أود أن أهنئ عائلة ثامري، خياتي يما وبابا ولد خياتي كامل، عائلة دلهوم خالاتي وخوالي وجدي، تحية خاصة إلى جدي، ربي إن شاء الله يشفيك وتقوم لنا إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله، وتحية أيضا لماني باش ما تزعفش علينا، تحية أيضا للأسرة الإعلامية لقناة البلاد التي كانت عاملة منذ الأيام الأولى لهذه الجائحة التي ألمت بنا. ربي يشفي كل مرضانا ويرحم موتانا اللي ماتوا في عز هذا الفيروس إن شاء الله. صح عيدكم، صح عيد كل الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية. بهذه المناسبة نحيي عائلتي، عائل جلالي وعائلة خيار، ونحيي يما وبابا اللي نقول لهم ربي يطول في عمرهم إن شاء الله، ونقول لهم صح عيدكم. خوتي وخياتي، عمومي، عماتي وخالاتي، ماني بينسر ربي طولنا في عمرها إن شاء الله، والعائلتي الثانية اللي هنا في قناة البلاد نقول لهم صح عيدكم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقول لكل الأمة الإسلامية والعربية كل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله. نقول ماما العزيزة ربي يخليك ليا وكل عام وانتي بخير وربي يخليك تاج فوق راسي، ونقول خويا صغير تانيك ربي يحفظك ليا وكل عام وانت بخير، كاع عائلة الحيدوسي كل عام وانتم بخير، عمومي ولاد عمي بنات عمي أو مناتي، لا فامي غوكيك مناتي خالاتي ولاد خالتي، نقول لهم كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، ربي يعيدوا علينا بالصحة ولهنا. لا فامي في النوح كل عام وانتم بخير تانيك، ربي يرحم عمي عمر إن شاء الله ويرحم جميع موتى المسلمين المرة تانية، كل عام وانتم بخير وينعاد علينا إن شاء الله بالصحة ولهنا، بلا ما ننسى وقاع طاقم البلاد زملائي لهنا في القناة وجنود الخفاء الزميل طارق نعيمي وقاع عائلة نعيمي كل عام وانتم بخير. بمناسبة العيد أضحى المبارك أتمنى عيد سعيد لكل أمة الإسلامية والعربية، كما أتمنى عيد سعيد لأسرة فغير وأسرة عبنون وإلى بنت أختي أميليا، كما ما نساوش المصور تاني نعيم طارق اللي دائما معايا في الميدان وكل أسرة قناة البلاد. بمناسبة عيد الأضحى نهني جميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، نقول لهم كاع صحة عيدكم ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا والعقوبة العام الجاي إن شاء الله، وهني تانيك عائلتي يما بابا خالتي خياتي وكاع لا فامي كارش، هني تانيك طاقم تاعنا تاع البلاد كاع أصدقائنا لي جورناليست لي كاميرامان ولي تكنيسيان، وهني تانيك أصدقائي من البعاد ولا من القراب كاع اللي يعرفوني، نقول لهم كاع صحة عيدكم والعقوبة العام الجاي صحة عيدكم ينعاد علينا وعليكم الصحة ولهنا وعلى كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وتعاود تولي الحياة كما كانت. نتمنى عيد سعيد ومبارك لعائلتي، عائلة بوزاير لأمي أبي أختي مونيا ولادها سيلين وإليان وعجل أحمد، الأختي مهدية لاهي في فرنسا، الخويا عبد الرحمن. نتمنى كذلك عيد سعيد لعائلة عيشوش خالتي وهيبة، وكذلك خالي سيد علي وزوجته فريدة وولاده سيد أحمد ونصر الله أيمن، كذلك عيد سعيد لعائلة راولي ومربوني. نقول عيد سعيد لعائلتي الثانية لأني معايدة معهم للأسف، خليت عائلتي صغيرة لظروف العمل والواجب كذلك. نتمنى إن شاء الله ربي يعيد علينا هذا العيد بالصحة ولهنا في ظروف أحسن وتروح علينا إن شاء الله هذه الكورونا. إن شاء الله زملائي كذلك في المهنة سواء اللي هم معنا ولا هم في بيوتهم، نقول لهم تانيك صحة عيدكم صحة عيد عائلتكم.